أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل آمنت بالله ثم استقم. يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. فاستقم كما أمرت، يأمر الله تبارك وتعالى رسوله وعباده، طبعا المؤمنين، لأن الرسول جاء ليبلغ أمر الله للناس فيقتدي به من آمن بالله ورسوله. يأمر الله عباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة في النهج المتوسط. ما معنى النهج المتوسط؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النهج المتوسط هو الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. الذين يريدون أن يطبقوا الإسلام أكثر مما طبقه محمد صلى الله عليه وسلم، يقتلون الناس، قال مش هيدخلوهم في الإسلام، لا لك، ما أمرك ربك أن تفعل هكذا. قال الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال تعالى: لا إكراه في الدين، نحن أهل دعوة. ومع ذلك يتهمنا الطغاة بالإرهاب وهم الإرهابيون، فقبل أن يثبت الإرهاب عليهم يتهم غيرهم. نحن أهل دعوة فلا نفرط ونتجاوز حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم التي وجهنا إليها، ولا نفرط، يعني نترك ديننا جزءا من ديننا من أجل أن يرضى عنا أعداء الله. يقولوا: والله هؤلاء معتدلين. ماذا يقصدون بمعتدلين؟ يعني بتركوا أحكام الدين وبمشوا معهم مثل ما بدون، هذول معتدلين، بس كفي يقولوا عن حالهم مسلمين، ويصير دين الإسلامي مثل دين الكنسي في الكنيسة، بس صلبوا بطلعوا خلاص الدين. لا يا أخي، نحن ديننا منهج متكامل لكل شؤون الحياة. في الاقتصاد بيّن الله تبارك وتعالى وضع الثروة وأسس كسب مع المال وأسس إنفاقه، وبين النظرية في الكون أن الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق هذا الأرض والكون منا والتراب لنا، وطلب منا أن نتصرف فيه بشكل معين، لأن أصل المال من هذا التراب ما تنتجه الأرض من خيرات وكذا، من جميع أنواع الخيرات من معادن وفلزات وأشجار وفواكه وثمار وزروع، كلها من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فاقتصادنا بينه الله وكيف نتصرف، وحدد المحرمات في المال حتى لا تتكدس الأموال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا جانب من الناحية الاقتصادية، اقتصاد كامل. ولتعديل الفروق فرض الزكاة، وهي شيء بسيط ولكن تمحو الفقر نهائيا، ويتعاون الناس ماليا كما يتعاونون معنويا. وبين الله لنا علاقات الاجتماع المدنية
فبين طرق البيع والشراء والعقاد العقد، كل بين وفاء بالعقود بالإيجار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أيضا بيّن لنا الله الحقوق الدولية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان أي القتيل من قوم عدو لكم مقاتلين وحربوكم فتحرير رقبة، بس ما في دية، ما بنعطيهم مصراة يقتلون فيها وهم مقاتلون وهم أعداء، ما في بيناتنا وبينهم ميثاق. انتبهوا أيها الناس، هذه الفتن أظهرت الأعداء الحقيقيين، وسيأتي إن شاء الله الدور عليهم، ويدمرهم المسلمون لا بسلاح ولكن باتباع هدي رب العالمين تبارك وتعالى عندما يفهموه. حتى الآن ما فهموا. فهذا الدين دين متكامل، دين متكامل لا تزداد وتشتط أكثر من الدين، ولا تفرط بشيء من الدين وتتركه ليرضوا عنك، لن يرضوا عنك حتى تترك دينك وتكون في ملتهم. اليهود ما برضو أحد صير يهودي، لا، شلون تكون في ملتهم؟ يعني تكون حمير لهم، تخضع لأوامرهم بشكل غير مباشر، أفكارهم ودسائسهم، لأنهم يعتقدون أن بقية الناس حمير، قد استعبدوا العالم الغربي وأمريكا. فهل تنتبه شعوبهم إلى أن حكوماتهم أصبحت حميرة لليهود؟ المسلمون ما فهموا الطريق تماما حتى الآن، فينا جهل كثير، ولكن يوجد شيء من العلم والفهم والرجوع إلى الحق بإذن الله تعالى. وكلما اشتد قصف وضرب وعداوة المشركين والكفار من شرق أو غرب على المسلمين كلما تنبهوا، لأن هذه عصا ربانية سلطها الله عليهم حتى يسوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى دينهم، كما يفعل الأب بابنه الصغير حتى يؤدبه ليرتدع عن عمل معين يودي بحياته. إذا بين إيديه الطفل سب ليشربه، تقول لك لا اخطير ما عليه، اخطير تتركه؟ لا، تشده منه، بيبكي وبعيط وبشد بالزور، بضربه أبوه على إيده وبيأخذ السم منه. فرب العزة رحمة بالمسلمين يبتليهم بهؤلاء المجرمين حتى يصحوا ويعلموا أن هذا الذي وصلوا إليه من طاعة أعداء الله ومن طاعة المخلوق، فيعودوا إلى الله ويطيعوا الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي في الآية التالية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذن استقم على أمر الله، لا إفراط ولا تفريط، ومن تاب معك من المؤمنين يستقيم على أمر الله. أيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على أمر الله ولا تطغوا. ما تظن الاستقامة معلش تفعل ما تشاء، لا، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ينهى الله عباده المؤمنين عن الطغيان، والطغيان طغى يطغى أي تجاوز الحد. فكل حد حدده الله من المحرمات هذا حد، إذا تجاوزه وارتكب المحرم وفعل ما أمر به الله فقد تجاوز حدود الله وطغى. إن تاب تاب الله عليه، وإلا فستمسه النار، سيعاقب بقدر تجاوزه. وأكبر وأفظع وأشنع أنواع الطغيان التسلط، البغي الذي جاء في آيات أخرى على البغي، التسلط على الناس، هذا من أعظم أنواع الطغيان. حتى ولو كان على مشرك، ولو مشرك ما يحق لك أن تطغى عليه وأن تظلمه، تعامله كما أمر الله. أمرك الله تذكره تذكره، أمرك الله تبعده تبعد عنه تفعل، ولكن تعذب وتؤذيه لأنه مشرك لا، تتسلط عليه تستعبده لأنه مشرك لا، إلا في الحدود التي شرعها الله، في حدود الحرب كما كان سابقا ولم يبقى الآن رق. إذن لا يجوز التسلط على البشر، وهذا أسوأ أنواع الطغيان. ثم يهدد الله سبحانه وتعالى من يطغى ويتجاوز حدوده فيقول: إنه، الضمير يرجع إلى الله،
بما تعملون بصير، أي يبصر أعمالكم وسيحاسبكم عليها ويجزيكم عليها ما تستحقونه من الجزاء. ثم يقول سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تميلوا إلى بعض إغراءات وتضليلات الذين ظلموا، من الذين ظلموا؟ المشركون الذين يستحلون طاعة غير الله. قد يأتونك بأساليب التقدمية والحرية، المرأة تتحرر، تتحرر من ماذا؟ تتحرر من الفضيلة، تتحرر من الأخلاق، إيه؟ تأخذ حريتها مثل الرجل. أن في الظاهر يظنون أن الحرية بالعمل، ما يريدونها في العمل من أجل تعمل، يريدونها في العمل من أجل يسلوا عليها. دخلت إلى دائرة في حلب منذ أكثر من 40 عاما، فعندي معاملة وقلت إلى السويدة، ثم عدت بعد 6 سنوات 4 سنوات إلى حلب إلى آخره، فقطعوا علي مبلغ من المال فجيت أطالبهم به. طبعا معاملة روتين كذا للمالية ولغيرها، فذهبت المعاملة إلى المالية من أجل التدقيق. دخلت على الموظف رئيس، جلست عنده بجواري، هناك تجلس امرأة من الموظفات طبعا متبرجة متزينة ما شاء الله بتعمل، وأمامه فنجان قهوة عم يحتسب قهوة. يا أستاذ، مسك المعاملة بإيدي، ما شافني ولا دري فيني، أطلع لهناك على الأرض على الأسفل. يا أخ إذا بتسمح، هذا رئيس الدائرة ها معلم ورئيس المالية كلها. لا، حاول أرد عليه. بعدين قلت له يعني ينظر إلى هناك، أضع معاملتي أمام عينيه بركي منقطع عن هناك وشوف المعاملة. وضعت المعاملة أمامه، حاجبت عنه النظر لهناك، أنا عبا ماثر بدي أحط المعاملة إذا هناك هديك مكشفة لصف أفخاذها وأتفرج عليها. ما شاء الله، يعني معاملات عندهم مهمة عم يشتغلوا فيها. بدل ما ينتبه إلي ويعتذر ويأخذ معاملة، قال لي ما بتستحي؟ قلت له أنا ما بستحي. قال لي مو شايفنا مشغولين؟ قلت له مش مشغولين. سكتوا من رسنوا، أنا ما بحب الجرافة لأنه بشوفها مثل الرسن. شفته من رسنه وسحبته على الكرسي، طب الكرسي بتحته وعاف الأرض سحبته. قلت له لا، بدك تعرس وحرس في بيتك، مو هون عم تاخذ راتب من جيبي وبتجي بدك تعرس تقول لي انا ما بستحي. انت ما بستحي يا فاجر، هذه خافت ترجف، تركت القهوه وراحت بركت على طاولته. جمعوا الناس، ويا استاذ انت هذه ايش عم تسوي؟ عم تاذي الرجل موظف؟ هذا موظف، هذا موظف، هذا حيوان، هذا انا ما بستحي. عم بعطيه معاملة الآن ما بستحي، أخذها وزتها وقال تعال بعد جمعتين. هو مشغول بالتعرصة والرزالة والمرأة. هيك بتكون تعمل المرأة؟ هذا حالة حرية ومساواة مع المرأة؟ لخ هذا من أجل المرأة لا من أجل من تعكرته على المرأة؟ الإسلام حق والشياطين باطلهم واضح، ولكن من أعمت قلبه وعيونه وأفئذتهم الشهوات لا ينظرون هذا، صم بكم عمي، ينظرون لشهواتهم. عندما قطعت عليه النظر قال أنا ما بستحي. هو بستحي ما شاء الله، كله حياة وأدب، وهذيك تارك شغلة معرب كذا كله. فأنا سحبته قلت له بدي أخذه لعند رئيسه. بعدين قال لا معلش، إيش تركته؟ تعرفوا ليش تركته؟ لأنه بصير أذهب عند رئيسه يشوف معاملة مثل حكاية هالمعاملة اللي في بين قدامه كشف على أجرها. هذا مجتمع، هذه حرية، الحرية للمرأة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في الحقوق والواجبات متماثل، لا يمكن أن تكون مماثلة كاملة، ولكن مماثلة بالحقوق والواجبات وليس مماثلة بالأفعال. إذا الرجل أخذ حريته وطلع للزنا وللفجور معه المرأة، معلش لا الرجل ولا المرأة لا يجوز لهم هذا. ولكن الفاجرون يريدون أن يوجهوا الحق إلى غير وجهته الصحيحة، فيأتون المسلمين بأساليب خبيثة شيطانية يجرونهم إلى الظلم إلى معصية الله، وقد يوصلونهم إلى الكفر. ولذلك ربنا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تميلوا إليهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء يتولون أموركم ثم لا تنصرون، يعني لا يوجد أحد ينصركم من الله تبارك وتعالى. مع الاستقامة لابد من الصلاة لأنها صلة بين الله وربه وعبده،
ولذلك يقول الله في الآية الثانية وأقم الصلاة. وأقم ما قال صلي صلي شو ما صلى اسمها صلاة، لا أقم يعني بشروطها وأركانها. ومن أهم أركان الصلاة الخشوع، أن تفهم ماذا تقرأ وماذا تسمع من الإمام، تستشعر عظمة الله. هذا ذكر الله اللي عم تسمعه. أما المنافقون لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا، شوي موجات تجي بسمع كلمة الله والرسول لكن لا يفهم شيء، لا يفهم أن هذه الصلاة عندما يخرج تنهى عن الفحشاء والمنكر. فربنا يقول أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ماذا في طرفي النهار؟ صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر. هذا الطرف الأول، طرفي النهار، الطرف الأول من الفجر، الطرف الآخر إلى غروب الشمس. وزلفا من الليل، قطعا من الليل، يعني صلاة المغرب والعشاء. فهذه خمس صلوات فرضها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة طرفي النهار، صبح ظهر عصر، وزلفا من الليل يعني قسما من الليل اللي هي المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، عندما تعمل حسنات من صلاة أو غيرها أو صدقات أو أي عمل خير يمحو الله عنك بمثله من السيئات. ذلك ذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين، يعني ذلك الذي أمرك الله به من الاستقامة على الخير، لا إفراط ولا تفريط كما نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الصلاة، الصلوات الخمس، ذكرى الذي تقدمه ذكرى للذاكرين، ذكرى لمن يذكر الله، لمن يعلم أو يعتقد أنه يؤمن بالله ويريد أن يطيعه. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كوضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين إذا صلى بخشوع تام، ما حدث نفسه بشيء، ما خطر أي خاطر في نفسه، مخلص لله، يفهم ما يقرأ ويفهم ما يتلو ويفهم ما يسبح، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ذنوب الكبائر مثل الشرك بالله والعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم وشرب الخمر والزحف والتولي يوم الزحف من الجهاد. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله، يعني نزلت الآية مشان كفر لي الله القبلة. قال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. هذا ليس معناه يا إخواني أن تستهتر بمعصية الله وتقع بالمعاصي، ولكن إذا زلت القدم ووقعت في معصية مجرد ما تصلي صلاة بخشوع يغفر الله لك هذه المعصية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. يعني مو مجرد الإسلام تستسلم ظاهرا قلبك بحب تطيع غير الله، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه يعني عقله يحب الاستسلام لله، ولسانه يستقيم على أمر الله فلا يؤذي أحد، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. ما بكون مؤمن إلا إذا أمن جاره بوائقه. قلنا يا رسول الله وما بوائقه؟ ما معنى بوائقه؟ قال غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما
فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. صمد ماله بجمع بجمع بالحرام، بعدين بموت بتركه للورثة. إيه إنهم بيأخذوا المال، هو المال بيدفعه إلى النار، إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو، هون محل الشاهد، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إذا عملت عمل سيء تعمل بعده عمل حسن يرضي الله، عسى الله سبحانه وتعالى كما وعد أن يمسح عنك ويمحو عنك العمل السيء. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وعند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة الحسنة، عمل حسن من صلاة، من صدقات، من خدمة الناس لله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم يقول سبحانه وتعالى في آخر الآية: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر حبس النفس على ما تكره، اصبر على أوامر الله حتى تنفذها، اصبر عن معاصي الله حتى تمسك نفسك، مثل فرامل السيارة تمسك نفسك عن الحرام، واصبر على المصائب فهي حكمة من حكم الله، إما أنه يدرب نفسك على أوامره، وإما أنه يربيك ليمنع عنك ليمحو لك الذنوب أو ليرفع درجاتك. ثم يقول سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. قليل من الناس يعني الذين يدعون إلى الخير. الذين قبلكم، الذين أهلكهم الله إهلاكا تاما مثل عاد وثمود وإرم ذات العباد إلى آخره، هؤلاء لم يكن فيهم بقية يأمرون الناس بالخير وينهونهم عن الفساد، إلا قليل جدا نادرون، ولذلك لم ينجوا من عذاب الله، دمرهم الله. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، اتبعوا ما أترفوا فيه أي ما متعوا فيه من الشهوات، استمرأوا الشهوات طريق الحرام، ها، أما الشهوات بالطريق الحلال ما في بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني علاقة جنسية مع زوجته. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو فعلها في حرام، أما كان عليه وزر، طالما صبر على الحرام وفعل بالحلال فله أجر. الذين يصرفون شهواتهم بالحرام هؤلاء المترفون، اتبعوا ما أترفوا فيه، يعني اتبعوا شهواتهم وما تمتعوا فيه. فاحرصوا أيها المؤمنون أن تكون منكم أمة ينهون عن الفساد ويأمرون بالخير في الأرض، حتى لا يدمركم الله تدميرا جماعيا، ولو عاقبكم بشيء جزئي من أجل أن يمحو عنكم سيئاتكم الصغيرة، ولكن إياكم أن لا تنهوا عن المنكر ولا تأمروا بالمعروف. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين كفروا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني تفرقوا عن الحق واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن يفرض الله على الأمة أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا لم يوجد فيهم ذلك سكنوا كلهم وصاروا مشايخ سلطة، صاروا مفاتي سلطة، يفتون للطغاة بالطغيان ولا يأمرون الأمة بالحق. ليش؟ أم خاهوا فعلا شي بخوف، كل يوم التاني كل فترة تعال الأمن، ليش عم تقول هيك؟ لك يا أخي عم بقول قال الله قال الرسول، ما بصير بدك تمدح على المنبر سيادة الرئيس تسبح بحمده، المنبر لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما بفهموا هذا. فبعض الجهلة يخشون الناس كخشية الله أو أشد، وظن حالهم أنهم دعاة إلى الله. لا لا يا أخي، انتبه لنفسك، ملك الموت أمامك. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو كان فيكم بقية يأمرون بالخير بالمعروف وينهون عن المنكر
أولئك الأمم قبلكم لم يكن فيهم بقية صالحة تكفي لأن تعلم الناس الحق وتأمرهم بالحق وتبعدهم عن الباطل وتمنعهم من الفساد وكل معصية لله فساد في الأرض، تمنعهم من الفساد. عندما لم يوجد فيهم ذلك أهلكهم الله، وقال في آخر آية وكانوا مجرمين، نزل فيهم العذاب وكانوا مجرمين. فعندما ينزل العذاب في أمة من الأمم لازم نعتبر ونعرف سبب ذلك من ظلمنا وبعدنا عن ربنا بعدا كثيرا أو قليلا، بعد كل الناس أو بعضهم. في بعض الأمور كل الناس ابتعدوا عن الله، في بعض الأمور بعض وبعض. ينبغي أن يكون هناك بقية من الصالحين يدعون الناس إلى طاعة الله وإلى ترك العبودية للمخلوق، عند ذلك ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذابه ويوفقهم إلى طاعته. ثم يقول سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان ربك يا رسول الله ويا من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ربك ليهلك أهل القرى يعني أهل المدن بعذاب الاستئصال، في عذاب بسيط، هذا الذي وقعنا فيه نحن في سوريا وفي غير سوريا في مصر وفي غيرها، هذا عذاب بسيط. كلما قتل عدد منا كلما نزداد إيمانا، هذا ليس إهلاك. أما الإهلاك للأمم السابقة عندما دمرهم الله جميعا، اللي أهلكهم بالصيحة سيدنا جبريل صاح صيحة قتلت أوصالهم ماتوا جميعا، أو بعذاب يوم الظلة أو أسأل الله العافية. أما العذاب الجزئي هذا أمر بسيط، قد يكون للتربية للتوجيه إلى الخير. وما كان ربك ليهلك القرى إهلاكا كاملا بظلم وأهلها مصلحون، لا يظلمهم الله ولكن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ربك بظلام للعبيد، إذن الناس عندما يظلمون يأتيهم العذاب من الله، عذاب جزئي أو إذا كان ظلموا جميعا عذاب كامل، والعياذ بالله تعالى عذاب استئصال. والله وعد نبيه ألا يستأصل أمته، فمهما فعل المجرمون الكافرون فينا نحن المؤمنين النصر لنا بإذن الله، ولا يمكن أن نستأصل، إنما الكفار سيستأصلون بإذن الله، خاصة اليهود اللي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتلهم المسلمون. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يدمر المفسدين الطغاة في الأرض، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.